على مساحة جغرافية صغيرة في ريف حلب الشمالي، تتزاحم الخيام وتتلاصق بمخيم سردم الذي أنشأته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أجل إيواء المهجرين من عفرين بعد احتلال تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها للمدينة وريفها. خيم لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، تم تجهيزها لاستقبال مئات العوائل التي تعاني ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة في ظل غياب أي دعم من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. احنا من أهالي عفرين المهجرين من عفرين نتيجة احتلال التركي لهذا المنطقة، وعلى مرأى ومسمع العالم الجميع يعلم أن أهالي عفرين ما يقدر بحوالي 300 ألف نزحوا من مدينة عفرين باتجاه مناطق الشهباء وما حولها. أما الذين استوطنوا في مناطق الشهباء كان بداية الأمر ما يقارب 170 ألف. طبعا ظروف معيشتهم صعبة كتير، يعني ما بنقدر يعني نلخصها بهذه اللحظة، لأنهم يعانون ظروف معيشية صعبة بسبب غياب المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة لدعم هؤلاء النازحين. المعاناة التي يعيشها النازحون هنا عمقتها مخاوف صحية وسط نقص الخدمات الطبية وتزايد وتيرة انتشار فيروس كورونا في المنطقة بشكل كبير وصعوبة توفير معدات الوقاية الأساسية. أنا اسمي حسن قرعلي من أهالي عفرين. نحن خرجنا من عفرين قصرا، جينا لهون على الشهباء وسكننا بالمخيم، مخيم سردم. فنحن من وقتنا جينا لليوم، طبعا مر علينا الشتاء ومر علينا الصيف. بالشتاء عانينا من البرد وبالصيف عم نعاني من الشوب، ويعني من ناحية الصحية نحن منعاني، ما في منظمات إنسانية ما بتقوم بواجبها اتجاهنا. الإدارة الذاتية وضمن حدود إمكانياتها عملت منذ إنشاء المخيم على محاولة توفير الحاجات الأساسية اللازمة، فباشرت بتعبيد الشوارع بين الخيم والحرص على إفساح المجال للأطفال من أجل الحصول على حقهم في التعليم، إضافة لتوفير وسائل الترفيه للتخفيف من وطأة الظروف التي يعانوها. الظروف السيئة هذه لا يرى مهجرو عفرين سبيلا للخلاص منها إلا بالعودة إلى ديارهم وخروج المحتل التركي منها، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهذا الخصوص. أنا من منطقة عفرين، نحن هنا منذ 3 سنوات، نعاني هنا في المخيم من البرد القارس في الشتاء والحر في الصيف، ونعاني من أمراض، ونطالب المجتمع الدولي أن يتحرك لإنهاء معاناتنا ويضع حدا للاحتلال التركي لعفرين. خيمة تفترش العراء ويستبيحها الهواء من كل جانب، لن تكون يوما بديلا عن وطن أخرجنا منه عنوة واستباحه المحتلون، هو لسان حال أهل عفرين الذين هجروا من ديارهم بعد الاحتلال التركي، ولسان حال أطفالها الذين وجدوا أنفسهم يترعرعون في المخيم.